يحيي النجم تامر حسني اليوم الخميس حفلاً ضخماً في مدينة العين ضمن حفلات مهرجان دار الزين بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي وبمشاركة عدد من النجوم كالفنان أحمد سعد الذي يحيي حفله غداً الجمعة وفرقة ميامي الكويتية يوم الأحد 19 من الشهر الجاري. كما أحيت مطربة مسلسلات الكرتون الشهيرة رشا رزق حفلها أمس وسط تفاعل جماهيري كبير. أحلم دوما أن أكون الأفضل بين الجميع، إذا أجمع الحب على خير الصنيع. بعد أن تجاوبت الفنانة هيفاء وهبي مع نداء الصحفي السوري ماجد العجلاني الذي طلبها بالتبرع ب 500 علبة حليب لأطفال سوريا من ضحايا الزلزال وتبرعت على الفور ب 1000 علبة، يواصل العجلاني حملته لجمع علب حليب الأطفال الذي شح في سوريا بحسب قوله، ووجه طلبه للفنانة سيرين عبد النور عبر فيديو تحت عنوان التحدي رقم 2. سيرين عبد النور، أنا بتحداكي بأنه تأمني إلى سوريا 500 علبة حليب أطفال رقم 1. مرة تانية مثل ما قلنا بالتحدي الأول، تقع على عاتقنا مسؤولية نقل المواد الغذائية أو الحليب من بيروت إلى دمشق، ومشكورة وزارة الصحة وسيد الوزير وكل فريق عمل الوزارة من خلال الدكتورة بانا دمياطي، تم تأمين موافقات لدخول هي المواد الغذائية الإغاثية أو التبرعات إلى سوريا. لكن عبد النور كان لها رأي آخر وكتبت: التبرع ما بده تحدي، هيدا واجبي اللي بيعطيني سعادة كبيرة، كيف إذا كان لأهلي وناسي السوريين؟ كل اللي فيني أقوله هلأ إن شاء الله خير. لتنفجر حالة من الجدل بمواقع التواصل بين من انتقدوا مطلق التحدي متهمين إياه باستغلال أزمة ضحايا الزلزال لركوب الترند وتحقيق الشهرة بإقحام اسمه بين الفنانات والمشاهير، وآخرين رأوا أن موقفه إنساني ويجب على المشاهير أن يتجاوبوا معه. تصدرت الفنانة نوال الزغبي الترند في الساعات الماضية بأنباء حول زواجها بسبب صورة جديدة نشرتها بتويتر في عيد الحب، ظهرت فيها وهي ترتدي خاتماً يشبه خاتم الزواج مع وردة ذهبية، وعلقت على الصورة بقلب أحمر، مما أثار تساؤلات متابعيها حول حقيقة زواجها، لكنها حسمت الجدل بتغريدة وكتبت: لم ولن أتزوج. يذكر أن الزغبي كانت قد أعلنت طلاقها رسمياً قبل عامين من زوجها ومدير أعمالها السابق إلي ديب بعد 12 عاماً من الانفصال. أخيراً وعالمياً، توفيت النجمة وعارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة راكال ويلش أمس عن 82 عاماً. تم تتويجها ملكة في عدد من مسابقات الجمال وعروض الأزياء قبل أن تقتحم عالم هوليوود. شاركت في أكثر من 30 فيلماً وأكثر من 50 مسلسلاً تلفزيونياً. مثلت أمام عظماء هوليوود مثل جيمس ستيوارت وفرانك سيناترا وجون هيوستن، وخلفت مارلين مونرو رمزاً للإغراء. لمع نجمها في 60ينيات و70ينيات القرن الماضي عقب مشاركتها في فيلم 1 مليون ييرز بي سي، مليون سنة قبل الميلاد، عام 1966. كما نالت عن فيلمها The Three Musketeers، الفرسان الثلاثة، الذي عرض عام 1973 جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة.